ضيفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ودور الستاشر من أجمل موسم، الموسم السادس لبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم السادس من العباقرة، يا ترى مين اللي هيفوز بكاس البطولة؟ ويا ترى مين اللي هيفوز بكاس أفضل لاعب؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الثانية كل نقطة ب5000 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 16,465,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول مدرسة وصلت لدور الستاشر بجدارة وفازت على مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية 190-100 من المعادي محافظة القاهرة. نرحب بمدرسة البشائر الدولية. مدرسة البشائر الدولية تهدف مدرسة البشائر التي تم تأسيسها منذ أكثر من 20 عاماً إلى إنشاء جيل قوي، شباب يؤمن بالله ويستخدم أحدث الأساليب العلمية ويواكب التطور السريع للتكنولوجيا، شباب محب للعالم بأسره سواء الإنسان بجميع شعوبه وطبقاته أو الطبيعة المحيطة به، وعنده الرغبة في التعاون والتفاعل مع هذا العالم عن حب وإيجابية. هنمثل مدرسة البشائر في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4 وأول واحد فيهم عمر عبد العزيز. عمر عبد العزيز مدرسة البشائر، بس بلاير مش فارق معانا، أهم حاجة إن احنا نبقى تيم واحد ونوصل للفاينل. غلطتنا إن احنا كنا ضعاف كذا فقرة ونمينا ثقافتنا وغطينا الفقرات اللي احنا وقعنا فيها عشان نبقى احسن في دروس الطوش. ان شاء الله ننافس على البطوله ونوصل فاينل. ساره عبد المقصود. ساره عبد المقصود مدرسه البشائر الدوليه. احنا احسنا احنا داخلين في دور 32 كنا متوترين، دلوقتي احنا حاسه ان احنا اهدى وعارفين احنا بنعمل ايه اكتر. كلنا كتيم حاسه واحنا بنتكلم مع بعض، احنا كلنا بس عايزين نكسب، مفيش حد بيفكر في نفسه دلوقتي. ان شاء الله هنقدر ان احنا نوصل لدور 8 وربنا معانا. يوسف اسامه. أنا يوسف أسامة من مدرسة البشائر الدولية. إحساسي أنا بلعب في دور 16 إن إحنا عملنا إنجاز كويس مع بعض. المرة اللي فاتت أكيد كنت متوتر أكتر عشان ما كنتش عارف كتير عن اللعبة، دلوقتي بقينا فاميليار جدا مع الأسلوب ومع البازر، فأعتقد المرة دي متوتر أقل بكتير يعني. ميرنا عماد. مدرسة البشائر خلينا نكسب. المرة اللي فاتت كان إن إحنا يعني كنا هادين وكنا بنتشاور كتير، فرحانة إن إحنا وصلنا لغاية هنا وفرحانة كمان إن إحنا نعلى بالمدرسة ونطلع بيها في مستويات، فإن شاء الله برضو أحسن المرة الجاية. بشائر الحمد لله على السلامة. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله كويس. جبت كام نقطة الماتش اللي فات؟ 110. 110 أفضل لاعب الماتش اللي فات عمر عبد العزيز، نحيي كلنا. انت كنت متوقع ادائك كده في الماتش الاولاني؟ لا مش كنت متوقع. كانت مفاجاه ليك؟ اه. وللمدرسه؟ وللمدرسه. اه المدرسه حيتك ازاي؟ فرحوا بيا جدا وكلنا فرحنا بسبب الفوز اصلا يعني. عامه حاسس النهارده غير الماتش الاولاني، قلقان يعني النهارده اكتر شويه؟ اكيد عشان دور الستاشر واصعب، وكل ما بنطلع كل ما بيبقى اصعب. طبعا هيبقى اصعب. بالتوفيق يا عمر. ازيك يا ساره؟ ازيك؟ جبت كام نقطة الماتش اللي فات؟ أنا حسبتهم لقيتهم 50. برافو عليك، 50 نقطة الماتش اللي فات. كان ماتش حلو. اه كان ماتش حلو فعلا. كنت هادية وإجاباتك كانت واضحة. برافو عليك. احتفلتوا ازاي لغاية المعادي؟ كنا طبعا الباص كله كان هايص، وكان معظمنا بنات بقى، فالبنات كانوا بيشجعونا وكل حاجة، ومستر عبد الناصر راح عزمنا بره. عزومة كمان؟ اه طبعا. طب والماتش ده كمان فيه عزومة؟ إن شاء الله. بالتوفيق يا سارة. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. ايه جاهز؟ ان شاء الله. شكلك متوتر شويه. لا خالص، انا مستعد للمواجهه دي. مستعد ان شاء الله. توفيق يا يوسف. ايه يا ميرنا؟ الحمد لله.
وتوقعي ايه الماتش النهارده؟ ماتش سهل ولا صعب؟ توقعي احنا نعمل حلو. استعديتي ازاي؟ بصيت على كذا مصدر من على النت وكده، وبصيت على كذا حاجه. انت كنت مسؤوله عن حاجه معينه يعني، مواضيع معينه؟ جغرافيا وشويه في الفنون. جزء من الفنون، لوحات ومعالم؟ لا، مسرحيات وكده. مسرحيات، تمام. بالتوفيق يا مدنا. اما المدرسه الثانيه فوصلت لدور ال 16 بعد مباراه قويه، وفازت على مدرسه السلام اكاديمي 150-110. من الزقازيق محافظه الشرقيه، نرحب بمدرسه السادات الثانويه بنات. مدرسه السادات الثانويه بنات بالزقازيق تعتبر من المدارس العريقة بمحافظة الشرقية، وتتبع إدارة شرق الزقازيق التعليمية. حققت المدرسة العديد من الإنجازات على مدار الأعوام السابقة، حيث كان من بين طلابها أوائل الجمهورية في الثانوية العامة لعام 2010. حصلت المدرسة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقات الأنشطة المختلفة. تسعى إلى تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب من خلال الأنشطة المختلفة بالمدرسة وربطها بالبيئة المحيطة. هي مؤسسة تربوية جادة تهدف إلى إعداد طلاب قادرين على مواجهة تحديات المستقبل والعمل على مواكبة التكنولوجيا والتعلم الذاتي مدى الحياة. حماس المدرسة السادات الثانوية بنات في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم ندى عادل. اسمي ندى عادل، مدرسة السادات الثانوية بنات محافظة شرقية. الغلطة اللي وقعنا فيها المرة اللي فاتت إن إحنا ما كناش مركزين قوي وكنا متوترين، والمرة دي هنحاول نحافظ على النقط لأن الخمس نقط ممكن تفرق معانا. أكيد عايزين هاجر كمان بس بلاير المرة كمان علشان تمثلنا في ماتش أحسن لاعب، بس برضو أهم حاجة برضو عندنا إن إحنا نكسب إن شاء الله. ماريز ماجد. اسمي ماريز ماجد، مدرسة السادات الثانوية بنات محافظة الشرقية. الحاجة اللي أنا استفدتها من برنامج العباقرة إن أنا بقيت أجمع معلومات كتير، إن أنا لما كنت بتفرج على البرنامج وكده السبب اللي خلاني نكسب المرة اللي فاتت هو التيم كله، ما اعتبناش على حد، وطبعا هاجر جزتنا جدا لما طلعت البيست بلاير. هاجر أسامة. اسمي هاجر أسامة، من مدرسة السادات الثانوية بنات. في الدور 32 ما كنتش متوقعة إن أنا ممكن أكون بيست بلاير، لأن الفريق كله بصراحة كان شاطر جدا، ما كانش في فرق ما بيننا، بس الحمد لله هو التوفيق من عند ربنا في الاول في الاخر. عملنا تغيير المره دي لاننا عايزين ندي فرصه لكل واحد في الفريق، كل واحد لازم يجرب. اروى طارق. اسمي اروى طارق، سني 16 سنه، من مدرسه السادات الثانويه بنات محافظه الشرقيه. اساس النهارده الفريق كله معتمد عليا في حاجات، وفي ثقه كتيره قوي عليا، فانا مش عايزه اضيع الثقه ديت. المره اللي فاتت كنت متوتره، لكن المره ديت عشان كسبنا وكده توتري اقل. ايه الدوشه دي؟ ايه ده الفرح اللي انتوا عاملينه ده؟ ازيك يا ندى؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. احكي لي احتفلتوا ازاي بقى الماتش اللي فات؟ لا احنا ما نمناش. ما نمتوش. من الطريق بقى من القاهره للزقازيق كله بقى. ولما رحتوا الزقازيق عملتوا ايه في المدرسه؟ لا ده كرمونا يعني بسطنا جدا والله. كويس ما شاء الله. فكرتك الاشتراك في العباقره انت وهاجر. صح؟ صح. برافو عليكي. الله يخليك. شكرا. جاهزة ماتش النهاردة؟ إن شاء الله. قلقانة؟ أكيد، بس واثقين برضه. واثقين، تمام. بالتوفيق يا ندى. الله يخليك. ازيك يا مريز؟ الحمد لله. قلقانة جدا، باين عليكي. لا لا لا، مش هتضحكي عليا. لا، باين عليكي إنك قلقانة. قلقانة ليه؟ مش عارفة. أنا هقول لك ليه. الفوز حلو. واحد بيبقى مستمتع بيه وخايف أحسن يضيع منه. مش عايزك تقلقي. تجربة حلوة جدا، كلنا مبسوطين بيها، صح؟ وجودكم معانا في العباقرة حاجة مهمة جدا. متوقعي الماتش النهاردة؟ مباراة سهلة ولا صعبة؟ لا صعبة. صعبة؟ صعبة. ليه؟ علشان السكورات عالية، وكمان معنى ان احنا الاثنين وصلنا الدور 16 وكده، معنى ان احنا الاثنين في فريق قوي. بالظبط كده. بالتوفيق يا مريز. ازيك يا هاجر؟ الحمد لله. هاجر جبتي كام نقطة الماتش اللي فات؟ 80 نقطة. أفضل لاعب الماتش اللي فات هاجر أسامة، نحييها كلنا. افضل لاعب دي بتبقى مسؤوليه يا هاجر. تقريبا فعلا. ليه الواحد بيحس انه بقى مفروض انه يكمل؟ فعلا. استعديتي ازاي؟ ذاكرت كتير ورجعت على القديم وتعمقت في الحاجات التانية. بس حلوه تعمقت دي. تعمقت فعلا. تعمق. ايوه فعلا.
يعني مثلا الدول دخلت جواها شوف الجبل والهضاب وكده يعني. هيبان النهارده اه ربنا يستر. في اسئله معايا اهي بالظبط كله هيبان ربنا يستر. اروى ازيك يا اروى؟ الحمد لله. عايزه تطلعي دكتور التخاطب، الاختيار ده مختلف جدا بحييك عليه مبدئيا، بس ليه اخترتي التخاطب؟ عشان اختي كانت يعني متخصصه في المجال ده، ومن وانا صغيره يعني كانت بتجيب حالات كانت بتعالجها، فانا اتاثرت قوي بالحالات ديت، وعرفت كمان الجلسات دي بتكون غاليه، ففي طبعا ناس يعني الطبقه المتوسطه او المتوسطه مش هيدفعوا اللي هي فلوس الجلسات، فانا عايزه افتح مستشفى في المستقبل واخصص ايام في الاسبوع للفقراء مجانا. يا ما شاء الله عليك يا رب. اشكرك. بتمنى لك كل التوفيق يا اروى. قبل ما نبتدي حلقه النهارده معانا ضيوف في الاستوديو، معانا ضيوف من البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، نحييهم كلنا. كان مهم بالنسبه لنا جدا ان زمايلنا من البنك الاهلي يجوا يحضروا معانا الحلقات ويشوفوا احنا بنعمل ايه. كان مهم جدا بعد نجاح البرنامج ومع الموسم السادس ان هم يجوا يزورونا ويحضروا معانا حلقات وينبسطوا معانا وسط الطلبه الجمال دول اللي مشرفينا قدام مصر كلها. بشكركم على حضوركم بنك اهل مصر. شكرا. قبل ما ابتدي حلقه النهارده عايز احيي المدرستين اللي وصلوا لدور 16، مدرسه البشائر الدوليه وسادات الثانويه بنات. العباقره خمس فقرات: العلم، المعرفه، الفنون، ضربات الجزاء، وعجله الحظ. واول حاجه هنبتدي بيها هي سؤال السرعه. سؤال السرعه. والسؤال هو: في أي قارة تقع دولة كوسوفو؟ أوروبا. أروى إجابتك؟ أوروبا. قارة أوروبا. سؤال سهل، إجابة صحيحة. قارة أوروبا هي الإجابة الصحيحة. وبكده السادات أنتوا هتبتدوا الأول، وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. السادات عندكم سؤال في الجغرافيا، في جوكر؟ لا مفيش. خسارة. السؤال ده سهل جغرافيا، والسؤال هو: ما هي البحيرة التي يمر بها خط الاستواء؟ ما هي البحيرة التي يمر بها خط الاستواء؟ 10 ثواني. إجابة ولا تخمينة؟ لا يعني من دلدة. من دلدة؟ اه. إجابتك يا هاجر؟ بحيرة فيكتوريا. هاجر إجابة صحيحة. بحيرة فيكتوريا الإجابة صحيحة. برافو عليك يا هاجر، أول 10 نقط. وما سمعتوش كلامي، قلت لكم السؤال ده سهل، مش كنتوا تاخدوا الجوكر؟ كان زمانهم 20. كده 10. السادات البشائر عندكم سؤال في الجغرافيا، في جوكر؟ لا. ما في جوكر. برضو السؤال ده سهل جغرافيا، والسؤال هو: في أي دولة أوروبية يقع نهر الفولجا؟ في أي دولة أوروبية يقع نهر الفولجا؟ 10 ثواني. 5 ثواني. خدتوا 17 ثانية واتفقتوا من أول مرنة لغاية عمر، صح؟ إجابتك يا عمر. إيطاليا. إيطاليا. إيطاليا يا عمر إجابة خاطئة. إيطاليا خرجت برة. مين يا ندى؟ روسيا. روسيا. لا إجابة وإجابة واضحة. متأكدين. وروسيا متأكدين احنا الأربعة، وانتوا الأربعة متأكدين. ندى روسيا إجابة صحيحة. روسيا الإجابة صحيحة. فولجا أطول نهر في أوروبا. وكده النتيجة 20 السادات. ودلوقتي السادات عندكم سؤال في التاريخ، وما فيش جوكر أكيد.
السؤال ده سهل برضو. تاريخ، والسؤال هو عام 476 ميلاديا انهارت واحدة من أشهر الإمبراطوريات الغربية، فما هي؟ عام 476 ميلاديا انهارت واحدة من أشهر الإمبراطوريات الغربية، فما هي؟ الدولة الرومانية. الإمبراطورية الرومانية. ما سمعتوش كلامي لتاني مرة هاجر. إجابة صحيحة. الإمبراطورية الرومانية. برافو عليك يا هاجر. كده النتيجة 30. السادات البشاير ما فيش نقط، بس في سؤال في التاريخ، في جوكر. السؤال ده كمان سهل تاريخ، والسؤال هو من هو الحاكم الذي طور زراعة القطن في مصر؟ مش قلت لك السؤال ده سهل؟ كان زمانك 20 نقطة دلوقتي. عمر. محمد علي. محمد علي. إجابة صحيحة. محمد علي باشا الإجابة صحيحة، وكان نتيجة 10. البشاير. السادات 30. وعندنا سؤال في الأدب وما فيش جوكر. أدب، والسؤال هو من قائل العبارة الآتية: أنا الغريق فما خوفي من البلل؟ مين اللي قال العبارة دي؟ أنا الغريق فما خوفي من البلل. 10 ثواني. 5 ثواني. 18 ثانية. ندى. تخمين. إجابتك. المتنبي. المتنبي. كنتوا كام؟ 30. بقيتوا كام؟ 40. ندى. إجابة صحيحة. المتنبي الإجابة صحيحة، وكان النتيجة 40. السادات. البشاير 10. وعندنا سؤال في الأدب. أدب، والسؤال هو من هو مؤلف معجم لسان العرب؟ مين الألف معجم لسان العرب؟ خمس ثواني. عمر. 18 ثانية. إجابتك. أحمد شوقي. بيبقى واضح عليك يا عمر لو الإجابة عندك أو مش عندك، بيبان عليك على طول، بيبان. أحمد شوقي. إجابة خاطئة. إجابة ولا تخمينة؟ من ده على ده صح؟ ودبسوك المرة دي في الإجابة يا مريز، أنا حسيت بكده. لا لا، جاوب انت، جاوب انت صح؟ عارف أنا أنا كنت بخمن معاها. لو ندى عارفة الإجابة ما كانتش سابتها لك عشان عارفة. أنا كنت بخمن معاها. طب التخمينة راحت فين؟ الفراهيدي. الفراهيدي. أي كيوبا. الفراهيدي. وعمل معجم. قربنا. مريز. إجابة خاطئة. زائد 5 ناقص 5، والاختيارات قصادنا على الشاشة. ابن منظور، سيبويه، ابن مالك، الأصمعي. الإجابة الصحيحة ابن منظور. دلوقتي عندنا آخر سؤالين في الفقرة في العلوم، وأول سؤال للسادات. في جوكر ولا مفيش جوكر؟ في جوكر. سؤال بعشرين. اخترت الجوكر في السؤال الصعب. شفتوا بقى ما سمعتوش كلامي. علوم، والسؤال هو ما هو الهرمون المسؤول عن تنظيم نسبة الكالسيوم في الدم؟ ما هو الهرمون المسؤول عن تنظيم نسبة الكالسيوم في الدم؟ خمس ثواني. هنقعد نتحايل على بعض. العشرين ثانية هيخلصوا. هاجر إجابتك. هرمون الثيروكسين. هاجر. إجابة خاطئة.
البشاير احتمال تخطف 20 نقطة لو في إجابة صحيحة. هاخد إجابة حالا. مرنا إجابتك. كانت حاجة فيها ستيرويد. مرنا PTH حاجة. إجابة خاطئة. المرة دي الأربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 10. ميلانين، إنسولين، كالسيتونين، نيكوتين. كالسيتونين. عمر خدت الريسك. إجابة صحيحة. برافو عليك يا عمر. كالسيتونين هي الإجابة الصحيحة. برافو يا عمر، خطفت 10 نقط وبكده النتيجة 20. البشاير السادات 40. البشاير عندكم آخر سؤال في الفقر. في شكر؟ في شكر. تمام. سؤال في العلوم بعشرين نقطة. المرة دي السؤال برضو صعب. هنحاول. علوم، والسؤال هو ما هو التصنيف البيولوجي لحيوان السنجاب من حيث الرتبة؟ الرتبة ايه بالانجلش؟ الاوردر. الرتبة هي الاوردر. خمس ثواني. ثانية. مامل سبيشيز. اجابة خطأ. في اجابة؟ مريض. قوارض. القوارض بعشرين نقطة. إجابة صحيحة. القوارض يا إجابة صحيحة. برافو عليك يا مريض. وبكده النتيجة السادات 60، البشاير 20. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 80 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 400 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.